فاحنا بيسيكلي عندنا مجموعه سكان بارامترز في الام ار اي اللي هي البرايمري سكان بارامترز اللي بتحدد لي كونتراست اللي هي تي ار وتي اي. ولو احنا بنستعمل عندنا الانفيرجن ريكفري سيكونس اللي عشان نعمل نالينج لحاجه بيبقى تي انفيرجن برده تكون موجوده. الفليب انجل طبعا بتبقى مهمه علشان ايه يعني اختيارها برده بيفرق معايا في الانتنسي بتاعه الصوره بتبقى عامله ازاي. لو بتكلم على الكفرج يعني انا دلوقتي بغطي مساحه قد ايه من البيشنت او بغطي فوليوم قد ايه من البيشنت بيعتمد على حاجتين، الدلتا زي اللي هي السلايس ثيكنس والانتر سلايس جاب هي عباره عن ايه. لازم احدد الاثنين دول. طبعا عدد السلايسز كمان بيبقى مهم، انا عايز اخد كام سلايس دي مهم. بالنسبه بقى للجزء بتاع الريزولوشن انا عايز احدد الفيلد اوف فيو بتاعي كام، الفيلد اوف فيو بتاعي في الاكس وفي الواي بكام، عدد النقط في الاكس وفي الواي بكام. في عندنا حاجه اسمها النكس نمبر اوف اكسايتيشنز، دي معناها ان انا باخد السيجنال بتاعتي كام مره، دي باخد السيجنال بتاعتي كام مره عشان اعمل افريج علشان في الاخر السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتي تتحسن. يعني النكس دي عباره عن ان انا بعمل نفس الحاجه هي مرتين مثلا وافريج المرتين دول. الباند ويث هو انا بسامبل قد ايه في الايه في الاكس. انا طبعا عارفين الاكس ده بيبقى السيجنال بتاعته هي عباره عن الاف اي دي او الايه او السبان ايكو، فحسب انا بسامبل السيجنال دي بكام بيبقى الباند ويث بتاعي ده بيتحدد. ده بيحدد لي النويز بيسكلي. احنا عارفين لما احنا بنعمل كولكشن بسامبلنج ريت عالي بيبقى عندنا النويز بتاعتها بتبقى اعلى شويه لان احنا عملنا يعني غطينا جزء من الفريكوانسي سبيكتروم يعني بيبقى اكبر شويه، فاحنا عارفين وايد جاوشن نويز ممتده في كل حته، فكل ما كبرت الباند ويث بتاعي كل ما الوايد جاوشن نويز بتاعتي زادت. جزء من الاثنين دول بقدر احدد دلتا اكس ودلتا واي زي ما انا قلت. يعني دلتا اكس عباره عن فيلد اوف فيو اكس على ان اكس، دلتا واي عباره عن فيلد اوف فيو واي على ان واي، وفي الاخر دول كلهم بقى لهم علاقه بالسيجنال تو نويز ريشيو زي ما هنشوف بعد شويه صغيرين في الايكويجن اللي بتحدد لنا سيجنال تو نويز ريشيو بتساوي كام. بعد ما انا حددت دول ممكن احسب منهم بقى مجموعه حاجات، السيجنال تو نويز ريشيو بكام، السكان تايم بتاعي بكام، الكفرج بتاعي انا غطيت مساحه قد ايه في البيشنت، الريزولوشن بتاعتي جوه البلين بكام، الكونتراست بتاعي بتاع الصوره هو عباره عن ايه اي نوع.